بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف عفى الله عنه في التيسيرات الفقهية، قال الإمام الشوكاني رحمه الله: ومن لاط بذكر قتل ولو كان بكرا، وكذلك المفعول به إذا كان مختارا. قال الشارع عفى الله عنه: اللواط أيضا فاحشة، كما سمى الزنا فاحشة، كما سمي الزنا فاحشة. قال تعالى: ولوطا إذ قال لقوم أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. وقال الله سبحانه وتعالى في الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فسمى هذا فاحشة وهذا فاحشة. قول ولو كان بكرا، هذا قول الجمهور أنه يقتل باللواط ولو كان بكرا، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه داود والترمذي وابن ماجه وغيرهما وغيرهم، وهو ضعيف لم يثبت، وسبب ضعفه أنه من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس، ورواية عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة منكرة، وقد انكر عليه هذا الحديث. قال الحافظ في التلخيص: استنكرها النسائي. وقال البخاري وقد سئل عن هذا الحديث: روى عن عكرمة مناكير. وقال ابن معين: عمرو بن أبي عمرو ثقة، ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس اقتل الفاعل والمفعول به لم يثبت، حديث منكر. ولو طريق أخرى في إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيب الأشهري شديد الضعف. وطريق ثالثة من طريق عباد بن منصور عن عكرمة، قال أبو حاتم: نرى أنه أخذه، أي عباد بن منصور، عن إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن الحصين، فدلس بإسقاط الرجلين، إبراهيم بن أبي يحيى متروك. فالخلاصة: الحديث ضعيف. وقد عزى بعض أهل العلم إلى الصحابة الإجماع أنه يقتل، أي ولو كان بكرا، سيأتي معنا أنه لم يثبت إجماع في المسألة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قال ابن القصار وشيخنا يعني ابن تيمية: أجمعت الصحابة على قتله، وإنما اختلفوا في كيفية قتله. فقال أبو بكر الصديق: يرمى من شاهق. قال علي رضي الله عنه: يهدم عليه حائط. قال ابن عباس: يقتلان بالحجارة. هذا اتفاق منهم على قتله وإن اختلفوا في كيفيته. وقال رحمه الله في كتابه روضة المحبين: وكتب خالد بن الوليد إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنه وجد في بعض ضواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة، فجمع أبو بكر رضي الله عنه بذلك ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فاستشارهم، فكان علي رضي الله عنه أشدهم قولا فيه، فقال: إن هذا لم يعمل به أمة من الأمم إلا أمة واحدة، فصنع الله بهم ما قد علمتم، أرى أن تحرقوه بالنار فأحرقوه بالنار. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وجماعة من الصحابة التابعين يرجموا بالحجارة حتى يموت، أحصن أو لم يحصن. ووافق على ذلك الإمام أحمد وإسحاق ومالك، ثم نقل ذلك عن الزهري والشعبي وجابر بن زيد. قال: وسئل ابن عباس عن اللوطي ما حده؟ قال: ينظر على بناء في المدينة فيرمى منه منكسا ثم يتبع بالحجارة. ورجم علي اللوطي وأفتى بتحريقه، وكأنه رأى جواز هذا وهذا. وذهب الطائفة إلى أنه يرجم إن أحصن ويجلد إن لم يحصن، وهذا قول الشافعي وأحمد، وهذا قول الشافعي وأحمد في رواية عنه، وسعيد بن المسيب
في رواية عنه وعطاء بن أبي رباح قال عطاء شهدت بن الزبير أتي بسبعة أخذوا في اللواط أربعة منهم قد أحصنوا وثلاثة لم يحصنوا فأمر بالأربعة فأخرجوا من المسجد الحرام فرجموا بالحجارة وأمر بالثلاثة فضربوا الحد وفي المسجد ابن عمر بن عباس فالصحابة اتفقوا على قتل اللوطيين وإنما اختلفوا في كيفية قتله فظن بعض الناس أنهم متنازعون في قتله ولا نزاع بينهم فيه إلا في الحاق بالزاني أو قتله مطلقا. استثنى ابن القيم في هذا الموضع ما عممه في الموضع الأول. الموضع الأول قال اتفقوا على قتله وعمم، وهنا قال إلا في إلحاق بالزاني أو قتله مطلقا. إلحاق بالزاني معنى يقتل إذا كان ثيبا ويجلد إذا كان بكرا، أو قتله مطلقا سواء كان بكرا أو ثيبا. فأثبت ابن القيم في كتاب روضة المحبين وجود خلاف. انتهى. قلت الذي استدلوا به على أن الصحابة مجمعون أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أمر به فقتل، قالوا أبو بكر فعل ذلك بمحضر الصحابة فكان إجماعا. والواقع أن السند لم يثبت وفي سنن البيهقي منقطع، هذا هو عمدة من نقل إجماع الصحابة أن أبا بكر استشارهم فاستشاروا قتله ولم يستفصلوا أهو بكر أم ثيب، والقصة منقطعة لم تثبت. وعلى هذا ليس هناك شيء نعتمد عليه في إثبات إجماع الصحابة في المسألة. وقد تقدم في كلام القيم رحمه الله أن ابن الزبير الحقه بالزاني بمعنى فرق بين البكر والثيب، وهو قول سعيد بن المسيب، وهو من أعظم الناس اطلاعا على علم عمر وعلم الصحابة رضوان الله عليهم. وقد ثبت الأمر بقتله سواء كان محصنا أو غير محصن عن ابن عباس وعلي، ونقل عن أبي بكر رضي الله عنه بسند منقطع. إذن الفتوى بقتله ثابتة عن ابن عباس وعلي، ولكن أن يقال هو إجماع فيه نظر. وممن ذهب من الفقهاء إلى أن عقوبته كعقوبة الزاني، إن كان محصنا فيرجم وإن كان غير محصنا فالجلد والتغريب، سعيد بن المسيب ومجاهد والزهري وعطاء والحسن والنخعي وقتادة، هؤلاء أئمة التابعين، والأوزاعي وهو القول الثاني للشافعي وهو الأشهر عنه، وقال به أبو يوسف ومحمد بن حسن وأبو ثور. وهؤلاء ما سيتجرؤون على خلاف الصحابة لو كان إجماعا؟ كيف سيتجرؤ مثل هؤلاء الأئمة في الخلاف لو كان هناك إجماع في المسألة؟ وذهب الحنفية إلى أنه يعزر ولا حد عليه، وهذا أبعد، معناه يحبس ويؤدب ويضرب بالصوت بعض الضربات. قال الحنفية أيضا وإذا أكثر من اللواط فللحاكم تعزيره بالقتل. قال أبو عبد الله غفر الله له ليس في المسألة إجماع للصحابة في قتله مطلقا ولو كان بكرا، لما علمت من ضعف الإسناد في ذلك عن أبي بكر، ولم يثبت في ذلك إلا فتي عن ابن عباس في قتله وإن كان بكرا، وقضاء من علي رضي الله عنه في قتل لوطي ولم ينقل أنه كان بكرا، يعني حتى الأثر عن علي ليس بصريح. والذي يظهر لي أن الصواب أن حكمه كحكم الزاني، فإن كان محصنا رجم وإن كان بكرا جلد وعرب، لأن النص في المسألة لم يثبت، يعني حديث ابن عباس، والإجماع لم يثبت، وما بقي إلا يلحقه بالزاني والله أعلم. ومن صح حديث ابن عباس لزمه أن يقول بالجملة الثانية في الحديث، قال ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، يعني يقتل حتى في إتيان البهائم، وهذا فيه نظر لم يعمل به أهل العلم، قتل من وقع على البهيمة لم يعملوا به. مسألة هل يشترط في اللواط ما يشترط في الزنا من الشهادة؟
الجواب نعم، نفس المسألة، أربعة شهداء يرون حقيقة اللواط فلا يثبت إلا بأربعة شهداء كما في الزنا. وكذلك القذف باللواط أيضا يقام فيه حد القذف كالرمي بالزنا أيضا. فأحكام اللواط نفس أحكام الزنا في الشهادة والحد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وكذلك المفعول به إذا كان مختارا. الحديث الوارد تقدم بعض أهل العلم يحسنه: اقتلوا الفاعل المفعول به، والذي ترجح لنا أنه ضعيف، ولكن هو مرتكب لفاحشة والحكم فيه كالحكم في الزنا، والصحيح أن حكمه كحكم الزنا. وقوله إذا كان مختارا تقييد طيب، فلا يدخل فيه المكره كإكراه الصبيان، الصبي نفسه ما يقام عليه الحد سواء كان فاعلا أو مفعولا به، وإنما يعزر ويؤدب إن كان دون البلوغ فلا يقام عليه الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.